شيرين.com. اهلا وسهلا فيكم من جديد يا جمهور قرطاج وروتانا الرائع، ان شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. هلا اليوم احنا بحماس كتير كبير، رح نكمل سهرتنا لانه نجمتنا نجمة فوق العادة. هي نجمة جماهيرية بامتياز، تستحق انها تكون فنانة ومطربة صاحبة جماهيرية عريضة بجميع انحاء عالمنا العربي الحبيب. بتكون على المسرح وهي واقفة عم بتغني بتكون عم بتطير، أكيد بلقاء محبيها وجمهورها. بتغني وبتطرب من القلب، ومن بدايتها وصلت لقمة النجاح والنجومية. صاحبة حضور كبير وإطلالة مميزة جدا، ومثل ما انتو بتستحقوا انه يكون الفنان نجم عندكم، انتو ايضا نجوم بقلبها وبمحبتكم لإلها. اليوم رح نستمتع مع نجمتنا وفنانتنا، ولكن بالبداية منرحب بالفرقة الموسيقية لنجمتنا شيرين عبد الوهاب بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وأكيد أعضاء الفرقة الموسيقية يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. هلأ سمعونا أكبر تحية. وأكبر زعفة. إحنا وإنتو منستقبل على مسرح قرطاج وعبر شاشة روتانا الموسيقى النجمة الأكثر جماهيرية في العالم شيرين. ابتديت أحس حبك هو
بعد.